السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مربوحة إن شاء الله المنتخب المغربي ضد المنتخب البرتغالي. معنا أحد الأبطال الرياضيين كرة القدم اللي عنده خبرة كبيرة، غادي يتكلم لنا شوية على هذه المقابلة إن شاء الله. سي يونس الفريدي من الكبار تاع الرياضة ديال كرة القدم، غادي يقول لنا كلمة صغيرة على هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله عليها نبدأ. المنتخب المغربي هاد النتيجه اللي وصل ليها، وان شاء الله المزيد، ونتمنى لكم المزيد. ومقابله ديال اليوم تكون انتصار ب2-0 ان شاء الله للنخبه المغربيه. وليدات وليد الركراكي، وحنا كنحييه وليد الركراكي. شابو وليد. علاش درتي واحد الطفره نوعيه في خلال شهرين لتشكيله المنتخب المغربي، اللي من واحد الخطه كانت عندها خطه تقليديه ولات عندها خطه اللي تدرس في اعلى المدارس والمعاهد الكرويه العالميه. والحمد لله على النتيجه هذه، وان شاء الله المنتخب المغربي يفوز اليوم.